السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بحضراتكم. معكم أحمد عبد الهادي من قناة مصر. انتقلت الحرب ما بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية لحظة تسجيل الحلقة دي إلى منطقة حرب العصابات. فوجئنا بأن الولايات المتحدة الأمريكية ارتكبت عمليات تخريبية ضد أوروبا وحاولت إن هي تورط روسيا فيها. المسألة دخلت في حيطة سد. المسألة انتقلت من الصراع العسكري فوق الأراضي الأوكرانية إلى مناطق أشد خطورة. طبعا الدنيا دلوقتي أصبحت مقلوبة، أوروبا انقلبت، الوضع أصبح متوتر. حلف شمال الأطلسي قال بالحرف الواحد لو كانت الأعمال التخريبية اللي حصلت ديت متعمدة من قبل روسيا إحنا مش هنسكت. الولايات المتحدة الأمريكية هي كمان شنت حملة هجومية شرسة عبر التصريحات بتاعتها ضد روسيا. المسائل شكلها ما عادش ظريف خالص. اللي حصل حضراتكم بداية الأزمة منذ ساعات قليلة. دولة السويد أعلنت إن خبراء الزلازل رصدوا إطلاق مجموعة من الانفجارات اللي بتنتج عن طاقة زايدة، يعني رصدوا إطلاق ضخم جدا للطاقة تحت سطح الماء. قعدوا يرصدوها اكتشفوا إن إطلاق كم الغاز ده لا ينتج إلا عن انفجارات. قعدوا يدعبسوا ويشوفوا في إيه بالظبط، اكتشفوا إن في غاز متسرب من خط غاز نورد ستريم 1 ونورد ستريم 2 اللي هو جاي من روسيا لحد ألمانيا وبيغذي أوروبا. السويد قالت إن ده عمل تخريبي، والأرجح إن هو عمل تخريبي متعمد، إلى درجة إن وسائل الإعلام السويدية قالت إن الشرطة السويدية بدأت تحقيق في احتمالية وجود عمل تخريبي وراء تسرب الغاز من خطوط الغاز القادمة من روسيا. ده اللي حصل بس، وعينك ما تشوف إلا النور. طبعا السويد وبولندا قالوا إن التسريب من خطوط الغاز في بحر البلطيق نجم عن أعمال تخريب على الأرجح، ومرجح وقوف روسيا وراء عملية التخريب ديت. طب ليه روسيا أساسا هتقف وراء عملية التخريب دي؟ قالوا زي ما هم قالوا يعني في السويد وبولندا، قالوا على أساس إن روسيا تقطع الغاز عن أوروبا خالص وبالتالي بتعاقبها. أنا عاوز أقول لحضراتكم لا يمكن إن روسيا تكون ورا العملية التخريبية ديت بالمرة، لسبب بسيط. روسيا أعلنت إن هي هتقطع الغاز عن دول أوروبا. أعلنت عن ذلك وقالت عشان بنعمل صيانة، هنعمل إيه يعني؟ بشكل مباشر وبشكل واضح، وبالتالي هي مش في حاجة ان هي ترتكب عمليات تخريبية في خطوط الغاز اللي بتوصل الغاز من روسيا لأوروبا. رئيسة وزراء الدنمارك قالت ان صعب ان احنا نتصور ان تسرب الغاز في 3 مواقع دفعة واحدة امر عرضي ولا نستبعد عملية تخريبية. حلف شمال الأطلسي في عدة بيانات خلال الساعات القليلة الماضية قالوا إن التسريب في نورد ستريم عمل تخريبي غير مقبول، وتقرر حماية البنية التحتية الحيوية في بلدان الناتو. مستشار الرئيس الأوكراني ميخائيل بودولاك قال إن تسرب الغاز بيعتبر بمثابة هجوم إرهابي خططت له روسيا، وده عمل عدواني تجاه الاتحاد الأوروبي. ده باعتبار إن أوكرانيا من حب الاتحاد الأوروبي ما بتنامش الليل. ماريا زخاروفا المتحدث باسم وزارة الخارجية الروسية أصدرت بيان وقالت إن روسيا هتطلب عقد اجتماع لمجلس الأمن الدولي بخصوص التسريب اللي حصل في خط غاز نورد ستريم 1 ونورد ستريم 2، خاصة إن في ترجيحات بتقول إن الولايات المتحدة الأمريكية ورا العمل التخريبي ده. بس يعني روسيا قالت الواضح إن أمريكا ورا العملية التخريبية ديت. طب ليه؟ الكلام ده هنعرفه بعد قليل. شارل ميشيل رئيس المجلس الأوروبي قال هو كمان إن أعمال التخريب في نورد ستريم خطوة لتعطيل إمدادات الطاقة من روسيا للاتحاد الأوروبي بشكل أكبر، وقال كل اللي واقفين ورا التخريب هيخضعوا للمساءلة القانونية الدولية. جوزيب بوريل مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي قال إن الاتحاد الأوروبي بيعتبر إن تسرب الغاز في خطي أنابيب تحت البحر
واللي بيربطه ما بين روسيا وألمانيا مش مصادفة، ده عمل تخريبي متعمد، وأي عبث متعمد بمنشآت الطاقة الأوروبية غير مقبول وسيقابل برد قوي وموحد، وطالب بالتحقيق في اللي حصل. وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن انتفض وانقعص وقال هو كمان لو كان التخريب متعمد فده مش هيكون في مصلحة حد، احنا مش هنسكت. ده اللي قالت الولايات المتحدة الأمريكية. المتحدث باسم الكريملين ديمتري بيسكوف قال إن غباء وسخف إن البعض يتهم روسيا بإن هي وراء تسرب الغاز، ولازم الكل يدرس مين المستفيد من العمل ده. وأشار إلى بيان جو بايدن الرئيس الأمريكي اللي كان أصدره في شهر فبراير الماضي لما قال أمريكا بتتعهد بالتخلص من مشروع نورد ستريم 1 ونورد ستريم 2 اللي هما خطي الغاز اللي بيمدوا أوروبا بالغاز من روسيا لأوروبا. ثم المتحدث باسم الكريملين بيقول إن الكريملين مش عارف إيه اللي قصده بايدن لحظتها. تعالوا بقى حضراتكم شوفوا وسائل الإعلام الأمريكية بتتهم مين اللي واقف وراء عملية التخريب اللي حصلت في خطوط الغاز. قناة فوكس نيوز الأمريكية قالت بالحرف الواحد منذ ساعات قليلة قد تكون إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن متورطة في تدمير أنابيب نورد ستريم. ثم بتقول إن الحكومة الأمريكية أعلنت في فبراير الماضي رغبتها في التخلص من خط أنابيب الغاز اللي بيمد أوروبا زي ما قال جو بايدن رئيس أمريكا قبل كده، وتحديدا قبل 3 أسابيع من بدء عملية روسيا في قلب أوكرانيا. ثم قناة فوكس أيضا بتقول إن لا يمكن اعتبار كلمات جو بايدن مجرد كلمات عرضية، لا ده كان بيقصدها. وبالتالي نجح الرئيس الأمريكي جو بايدن في إن هو يحقق التحذيرات اللي كان أعلنها قبل كده، وهو اللي وراء عملية التخريب اللي حصلت أساسا في خطوط الغاز. البحرية الأمريكية في شهر يونيو اللي فات عملت مناورات عسكرية في الدنمارك والأنابيب بتمر من هناك. موقع البحرية الأمريكية قال إن التدريبات لحظتها ركزت على التعامل مع الألغام. ثم عضو البرلمان الأوروبي رادوسلاف سكورسكي قال إن الانفجارات أظهرت الانفجارات اللي تم إجراءها تحت المية مسؤولية أمريكا عن التخريب في خطي الغاز نورد ستريم 1 ونورد ستريم 2. ثم نشر صورة توضح الكلام ده. تعالوا حضراتكم نشوف بعض المنشتات ونشوف بعض الصور اللي نشرتها وسائل الإعلام الدولية. تخريب نورد ستريم أوروبا، تسرب الغاز ما هوش مصادفة. روسيا تعتزم المطالبة بعقد اجتماع لمجلس الأمن الدولي لبحث تسرب نورد ستريم. الاتحاد الأوروبي، استفتاءات أوكرانيا غير قانونية وتخريب نورد ستريم متعمد. السويد تبدأ تحقيقا في احتمالية وجود عمل تخريبي وراء تسرب الغاز من أنابيب التيار الشمالي. الناتو يرجح عملا تخريبيا في نورد ستريم، وروسيا اتهمنا مزاعم حمقاء. من المستفيد الأكبر من تخريب نورد ستريم؟ الكريملين يندد باتهام روسيا بحادث نورد ستريم وقال عنه ان هو غبي وسخيف. تخريب الغاز وعمليات الضم، الفجوة تتسع ما بين روسيا والغرب. صحيفة ألمانيا تعتقد ان نورد ستريم سيكون غير صالح للاستخدام للأبد. الاتحاد الأوروبي يهدد بفرض عقوبات بعد الاشتباه في تخريب نورد ستريم. الكريملين من الغباء والسخف اتهام روسيا بتسرب الغاز في نورد ستريم. تدريبات عسكرية أمريكية جرت في موقع انفجار تسرب الغاز من نورد ستريم 1، وآدي الصور اللي نزلها أحد أعضاء البرلمان الأوروبي اللي هي الانفجارات اللي حصلت بناء على التدريبات بتاعة البحرية الأمريكية واللي تسببت في تدمير أو تخريب الخطوط ديت. فوكس نيوز الأمريكية تعلن جو بايدن قد يكون متورطا في تفجير أنابيب نورد ستريم. شفت حضراتكم المسألة وصلت لحد فين؟ الولايات المتحدة الأمريكية هي المتهم الأول، أو زي ما قال الكريملين الروسي قال فتشوا عن المستفيد من التخريب العمدي أساسا لخطوط الغاز.
فاكرين حضراتكم مع بداية أزمة روسيا وأوكرانيا، مع بداية الأزمة ديت، أوروبا وحلف شمال الأطلسي أعلنوا قالوا بالحرف الواحد إحنا هنفرض العقوبات على روسيا. من بين هذه العقوبات التخلص تدريجيا وعبر عدة سنوات من الغاز الروسي، هنستغنى عن غاز روسيا وهنستغنى عن الطاقة الروسية. طبعا في اتفاقيات ما بين روسيا وما بين الكثير من دول أوروبا اللي هم تلقائيا أعضاء في حلف شمال الأطلسي الناتو. الاتفاقية دي بتنص على أن روسيا تصدر ليهم الطاقة، تصدر ليهم الغاز، وما ينفعش أنك أنت تمنع الغاز عن أوروبا بأي حال من الأحوال إلا في حالة الصيانة. روسيا رتبت أوراقها بشكل كويس جدا مع دول الجوار ومع دولة الصين، ثم أعلن فلاديمير بوتين إحنا هنقلل كمية الغاز اللي وصل لأوروبا، لأن بسبب العقوبات الأوروبية وعقوبات دول الناتو خلاص إحنا مش قادرين نعمل صيانة للمواسير بتاعتنا اللي هي صهاريج بتاعت الغاز. وبناء عليه الخطوط ديت مش قادرة تتحمل أكتر من نسبة 60% من قدرتها الاستيعابية بسبب العقوبات المفروضة على روسيا. ثم في مرحلة تالية قال يا جماعة معلش أنا آسف جدا، خطوط الغاز ما عادتش قادرة تتحمل خالص، وبالتالي مش هنقدر نضخ غير 20% فقط مما تم الاتفاق عليه. ثم في مرحلة تالية آسف جدا يا صلاح، ما عادش عندي إمكانية أن أنا أمد أوروبا بالغاز بتاعي، وقف تماما. بدأوا يلف حوالين نفسيهم، وبالتالي روسيا عندما قررت أن هي تقطع الغاز عن أوروبا وعن دول الناتو أعلنت عن ذلك. ما كانتش في حاجة أن هي تفجر أنابيب الغاز، ما كانتش في حاجة أن هي تفجر خطوط الغاز، ما كانتش في حاجة أن هي ترتكب أي عمل تخريبي ضد الصهاريج بتاعتها. ومن ثم مين المستفيد؟ بمجرد ما حصل عملية تسرب للغاز من خط نورد ستريم 1 ونورد ستريم 2، فوجئنا بأن الولايات المتحدة الأمريكية كانت أول دولة أعلنت أن ده أمر متعمد وهتعاقب الشخص أو الطرف اللي ارتكب هذا العمل. تلاتها طبعا التحذيرات بتاعة الاتحاد الأوروبي. ثم فوجئنا بأن وسائل الإعلام الأمريكية نفسها بتستنتج كل هذه الاستنتاجات وتشير للتصريحات بتاعة جو بايدن رئيس أمريكا اللي كان أطلقها قبل بداية الأزمة بثلاث أسابيع في شهر فبراير الماضي، اللي قال إحنا هنعاقب روسيا بحيث هنتخلص من خطوط الغاز اللي هي نورد ستريم 1 ونورد ستريم 2. ثم وجهت الاتهامات لجو بايدن. أعتقد المسائل واضحة. طيب ليه أمريكا عملت كده؟ لسبب بسيط للغاية، تنقل الصراع من منطقة أوكرانيا إلى مناطق أخرى، تعمل على إثارة التوترات ما بين الطرفين، لأن أوروبا بدأت تركع وبدأت تتقارب مرة أخرى مع روسيا بعد ما اعترفت أن العقوبات التي فرضتها على روسيا أساسا ارتدت إلى صدرها مرة أخرى. بدأت الكثير من الدول الأوروبية أساسا تراجع حساباتها إلى درجة أن بعض الدول ديت قالت بالحرف الواحد ما ينفعش أن احنا نواصل فرض العقوبات على روسيا. بدأت في مراجعات أساسا في أوروبا من أجل وقف كل العقوبات المفروضة على روسيا. النتيجة الولايات المتحدة الأمريكية كان لازم ترتكب أي عمل تخريبي يوتر العلاقة ما بين الطرفين، لكن كل المؤشرات بتؤكد بما لا يدع مجالا للشك ان الولايات المتحدة الأمريكية هي الفاعل الرئيسي. أراكم على خير.